شعيرات من الألومنيوم تتحرك للأعلى والأسفل ومقبض كهربائي يشبك بالجدار. هذا كان شكل أول فرشاة أسنان كهربائية في التاريخ. كان استخدامها خطير وغير آمن إن لامست الماء، عدا عن أن استخدامها لا يدوم لعدم قدرتنا على تغيير الشعيرات. أصل الاختراع قدمه سويسري الدكتور فيليب جي ووج عام 1954. كان الهدف إنسانيا بحتا، وهو مساعدة مشلولي ومحدودي الحركة على غسل أسنانهم بانتظام. فكر مليا ليستوحي فكرته من طفرة الكهرباء حينها، واعتمده فقط في عيادته الشخصية. واجه انتقادات عديدة لعدم جدوى الجهاز واقتصاره على ميسوري الحال فقط، فتراجع عن فكرته لتكتب إحدى الصحف عن هذه المبادرة الإنسانية بعد سنوات. وتتبنى شركة فرنسية تطوير الاختراع، أمريكا دخلت بعدها على الخط وطورت المنتج لما تعرفونه اليوم. فتخيلوا كم من مخترع في هذه الحياة تراجع عن فكرته بسبب الإحباط، واستغلها غيره لكسب الملايين منها.